في نهاية اليوم بنوثق برضو الصالون الثقافي أو اللي حصل في الصالون الثقافي وذكرى بسيطة جدا من صالون أكاديمية الأستاذ مصطفى خليل. اتفضل. والأستاذ تاج اتفضل معانا. اتفضل معانا. الأستاذ مصطفى خليل رئيس الجمعية. لا ما هو عيب الثوري. أستاذ مصطفى هيبقى عندنا كل الناس. والذكرى الثانية للشاعر الكبير جمال ربيع عبد الحفيظ. وبنشكر حضراتكم. الله يخليك. حاجة ذكرى بسيطة جدا. شكرا لكم جميعا. وناخد صورة جماعية بقى ولا ايه؟